لم تكن إدارة الهلال أمام حل آخر سوى فك الارتباط بين الفريق الأزرق وسيرجيو فارياس. قرار يعلن رحيل مدرب ترأس البيت الأزرق لمدة 3 أشهر، شخصيته الهادئة جعلته مفضلا للبعض في انتظار ما ستؤول له نتائج الفريق في قادم الأيام. النتائج التي حدثت فيها لم تكن مرضية للغاية، فالفريق الذي خاض 9 مباريات رفقة التقني البرازيلي لم تكن مقنعة من أجل البقاء كربان لسفينة الموج الأزرق. 3 أشهر تخللتها أعذار في أن بعض عناصر الفريق شاركوا رفقة المنتخب الوطني في بطولة الشان، فكان الخروج من أمجد الكؤوس الإفريقية دوري أبطال إفريقيا أمام فريق مغمور في سماء الكرة الإفريقية مقارنة باسم نادي الهلال. فبالرغم من الخروج المرير من البطولة الإفريقية، إلا أن إدارة النادي جددت الثقة فيه، لكنه لم يحسن في صورة الفريق حيث لم يعطي الفرصة للاعبين واعتبروا كنجوم للتسجيلات في السودان، بل وصل على ذات النهج والطريقة علها تنقذه. فسقط الفريق متعادلا بعد الخروج الإفريقي أمام مريخ خوسي، وحقق انتصارا صعبا على حي الوادي نيالا، وهي المباراة التي أكد فيها سيرجيو على إصراره على ذات العناصر. فما كان من الإدارة إلا حل لإقالة الرجل والاستعانة بمحمد الطيب مورينيو، والذي استفاد من درس فارياس فاستعان بحسين أفول ومحمد دراج وصادق شلش في لقاء أهل بروي متصدر المجموعة. فما كان من هؤلاء اللاعبين إلا أن كافأوا مدربهم بانتصار ثمين جعله يعيد بعض الطمأنينة في قلوب جماهير الهلال قبل معركة أكوا الأحد المقبل. ترى هل يواصل مورينيو على ذات النهج ومبدأ إعطاء الفرصة للشباب؟ سؤال سنتعرف على إجابته في قادم الأيام.